السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واخيرا واخيرا الحكومة الاسبانية، مع الاسف هذا الفيديو روتار، انا حكيت سجلته البارح ومع الاسف ما كانت معلومة كاملة ومسحت الفيديو بس غنسجل الفيديو من جديد. وتنشكروا دائما المتتبعين ديالنا في انحاء العالم، واللي ما متبعناش بغينا يتبعنا، واللي ما ابونيش عندنا يحاول يشترك في القناه باش تزيد هذه القناه ديال الفاميليا تكبر واحد شويه، ودائما نبقاو نتبادلوا المعلومات، نستافدوا واحد يستافد من عند واحد، ونبقاو دائما على اتصال. اللي بغي نقول الاخوان، وهو الحكومة الإسبانية ولا وزير الخارجية الإسباني اعطى الانطلاقة ديالو بس ان شاء الله يوم الثلاثاء 17/5 هو الثلاث المقبل بفتح المعابر سبتة ومليليا. ولان الاخوان راها بشروط، راه بزاف ديال الناس ما عارفين ما هي الشروط اللي غادي يكون ان شاء الله ابتداء اللي غيستافدوا الاولين نهار 17/5 هما الناس المقيمين باوروبا، غيتزولوا كما تيقول هو تسينجل. ما هما التزول تسينجل؟ وهو كاع الناس المقيمين في اوروبا عنده اقامه، عنده ريزيدنسيا، هما اللي غيستافدوا، اللي غيدخلوا يخرجوا نهار 17 في الشهر فقط. شو صار اخوان غالطين، نهار 17/5 اللي غادي يستافدوا هما الناس اللي مقيمين في اوروبا، اما عنده اقامه، عنده جنسيه، عنده ريزيدنسيا اوروبا، في انحاء اوروبا كامله هما اللي غيدخلوا يخرجوا. ولان هذا الشيء هذا اللي اعلن الوزير الخارجيه الاسباني، هذا الشيء بغى يديروه تدريجيا كما تنقولوا فئه فئه. اذا ان شاء الله نهار 31/5 غادي تبدا الفئه الثانيه. ما هي الفئه الثانيه؟ هما دوك الناس العمال، العمال اللي تيخدموا في مليليا ولا تيخدموا في سبته، اللي عندهم شي خوستيفيكانتي، عندهم شي حجه باش تخدموا تما، هما اللي غيدخلوا نهار 31 فقط. اذا قلنا 17 غادي يستافدوا الناس المقيمين في اوروبا، ونهار 31/5 عادي يدخلوا الناس العمال. ولان الاخوان الناس اللي باغي نعرفوا اللي الحاجه اللي باقا ما واضحهاش مزيان وما ما عطات عليها توضيح حتى دوله، لا اسبانيا لا المغرب، وهما الناس اللي كانوا تيديروا الكوميرس، اللي كنت نقول زعما الناس بالزوار، بحال قلنا فرخانه، الناظور، عندك كاستيا خوف شبته ولا تطوان، هادو كانوا تيدخلوا عاب الباسبور. وريني لحد الساعه باقين ما عطاوش واش هاد الناس غيدخلوا ولا ما يدخلوش، حكاش الاغلبيه ديال 80% ولا 75% هما مازال ما كايناش شي حاجه اللي دابا حاليا رسميه، عاتي بالبالابرا كيما يقولوا بلا 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 تيقولوا غيديروا الفيزا. اذا هذوك الناس اللي كانوا تيدخلوا بالباسبور ما بقاوش غيدخلوا، اذا خاص اللي باغي يدخل سبته ومليليا خاصو يدير الفيزا. هذه هي التاثيره كما تيقولوا. هذا الشيء دابا اللي راهم تيقولوا، ولكن لحد الساعه راه ما كايناش شي معلومه اللي صحيحه. والحمد لله بعد حنايا ملي كنا تنتسناو هذه واحد المده ديال عامين ونص تحلوا لنا الميناءات ديال الجزيره طنجة ولا الميريا الناظور، والحمد لله دابا ملي غتحل سبته ومليليا نقول انا على حسب التعليمات ديالي غادي نخاف التذكره، التذاكر حق التذاكر الاخوان راها ثمن خيالي. وراه دابا ولينا تنفكروا اللي باغي يمشي للمغرب وعنده عائله مكونه من 5 افراد ولا من 6 افراد راه ولا بحال بغى يمشي للحج كما تيقولوا من استطاع اليه سبيلا. الاخوان المسؤولين، البرنامج اللي عليهم الامر، كاع الشركات فكروا واحد شويه من الجاليه، راه الجاليه كانت مضروره واحد العامين وشويه عليها الضغط ديال الكوفيد وهذه، وجدتوا انتوما درتوا لها المشناقه. تخيلوا واحد عنده 6 افراد باش يقطع 6 البيات في الثمن اللي تنسمعوا دابا الغلاء، ثمن خيالي
وزيد البي سي اير، ولحد الساعه بزاف ديال الناس شي تيقول لك حيدوا البي سي اير، شي تيقول لا باقه، شي تيقول كاين الباطو اللي مشاو الناس ما طلبوش لي البي سي اير، تيقول لا طلبوها. باقي لحد الساعه ما كايناش شي معلومه اللي صحيحه، بينا نعرفوا حنا شي مسؤول يخرج لينا يقول لنا شوف اسيدي لما داكس البلاد الثالثه ضروري خاصو يدير بي سي اير، مره تيقولوا غادي يحيدوها، مره تيقولوا راه خلاوها. حنا نطلبوا من شي مسؤول يخرج يوضح هذا السيكو الرسمي، حيت كاينين الناس اللي في بعاد في هولندا في المانيا في بلجيكا، كاينين الناس اللي داقين في متر جوج حقنات، تيقولك لا داك جوج حقنات وفايتين 9 سور خاصو يدير بي سي ار، تدوز واحد اليومين تتسمع لا شي واحد مشى للمغرب ونامش ما طلبوش ليه، ولا تتسمع العكس لا ما طلبوش لي، واني ملي كان جاي من المغرب قالوا لي غدق الحقنه الثالثه ولا ما نطبعوش لك الباسبور. ما عرفناش هذا الشيء واش رسمي واش ماشي رسمي. انا بعدا تنقول ما كرهناش شي مسؤول اللي يخرج يوضح الجاليه هذا التوضيح هذا بصفه عامه، هذه كاينه هنا ما كايناش هنا. وتنطلبوا من الشركات ينخفضوا واحد شويه صاحبي، هبطوا صاحبي التذاكر راه بزاف صاحبي، راه والله الا ولينا تنفكروا غنجي نتكركا بغينا نمشيو للمغرب عندنا ولا معجوز، واش حنايا ماشي مغاربه واش حنا ماشي مواطنين؟ حتى حنا راه مغاربه وعندنا حق في المغرب وعندنا حق في الوطن، وحتى حنا تنقولوا الله الوطن الملك. إذن اللي حنا معترفين بالمملكة المغربية ومعترفين بالراية المغربية، ومن حقنا حنا نمشيو لبلادنا، ومن حقنا نديرو صلة الرحم مع العائلة ديالنا، وكاين اللي ما هبطش على 4 سنين، وكاين اللي ما هبطش على 2 عام، وكاين اللي ما هبطش على 3، ولأن ملي تيمشي اللي بغى يقطع كيما نقولوا البيي تلقى واحد الثمن خيالي، تقدر في هذيك اللحظة يهبط ليه السكر، تيقول والله ما نمشي للعمره ولا نمشي للمغرب، اذا ولا الثمن بحال بحال. الله يخليكم، شوفوا من الجاليه وفكروا في الجاليه واحد شويه، خاص الجاليه راها حتى هي مغربيه، راه حنا كاملين مغاربه، واي واحد تيفكر خاصو يفكر في الجاليه، فكروا في الجاليه، حكايه الجاليه نسيتوها بصفه عامه كاع. الجاليه تنسات. ناصر بوريطة كنا تنقولوا ناصر بوريطة أذكى، ولأني ما عمره هضر على الجالية. ناصر بوريطة لوزير الخارجية المغربية هو راجل مزيان وتيعاودوا عليه راجل مزيان وراجل ذكي، ولأني عمره ما فكر في الجالية وعمره ما هضر على الجالية. ناصر بوريطة الله يخليك، هذا نداء ليك، حنا تنشكروك وعزيز علينا وراك ذكي والدبلوماسية ديالك تتعجبنا، ولأني الجالية ما تتفكرش فيها كاع نهائيا. فكر في الجاليه الله يخليكم، وكاع الناس اللي عليهم الامر والناس السلطات المغربيه والناس المسؤولين الله يجازيكم بخير، شوفوا من الجاليه وحاولوا على الجاليه واحد شويه، راه الجاليه مقزوجه، راها مقزوجه، راه والله الا تنفكروا ولينا تنفكروا نمشيو لدول اخرى، نمشيو لتركيا، نمشيو لمصر، نمشيو لشي سي جايحه وما نمشيوش للمغرب. علاش؟ تتشوف الثمن خيالي، الثمن خيالي، ما كرهناش. راه انا تنهضر على راسي بعدا، تنهضر حتى انا على راسي، وتنهضر بصفه عامه كأنا مغربي حر، وداك الشيء باش حاس انا راه حاسين كاع المغاربه. الله يخليكم، خفوا على الجاليه واحد شويه، خفوا على التذاكر واحد شويه، خفوا على البي سي ار واحد شويه. واش اللي عنده 7 ديال الاولاد ولا عنده 6، عائله مكونه من 6 افراد، كي غيدير؟ كي غيدير؟ ما شاء الله لا حول ولا قوه بالله. ونطلبوا الله السلامه من عبد الله والاخوان لي شاف عفاكم هذا الفيديو، حاولي بارطاجيه، ولي ما ابونيش عندنا يحاولي تابوني باش تكبر عندنا، تكبر عندنا القناه اللي هي قناه ديالكم. الا كبرتوها راه كبرتوها، لا خليتوها راكم خليتوها. هذا هو اللي بغي نقول انا الاخوان، وبلا ما نطول الفيديو، وغادي نقول لكم وغادي نزيد ناكدها ان شاء الله نهار 17 شهر 5 الثلاثاء المقبل، الاخوان اللي عندهم اللي مقيمين في اوروبا راه من حقكم تدوزوا على فرونتيرا ديال سبته ومليليا، والناس الاخرين العمال راه تنهار 31 شهر 5، وهذا هو القرار اللي جا من عند وزير الخارجيه الاسباني ولا من الحكومه الاسبانيه. مع الاسف بغيت هذا الفيديو ما يجيش نمشحو عاوتاني، راه هذا الثالث دابا اللي غادي نسجل، وما تنساوناش الاخوان باللايك والبارطاج، والله يجازيكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.